نعم زملاء الكرام، تحية طيبة لكم وللمشاهدين الأكارم عبر شاشة الإخبارية السورية. نحن الآن في بلدة صوران، هذه البلدة الاستراتيجية، ونقف في الخط الفاصل بين صوران وبلدة مورك التي يتواجد بها جموع الإرهابيين. حتى الآن كاميرا الإخبارية السورية ما زالت تتابع سير عمليات الجيش السوري وقواته الرديفة في الشمال الحموي. للحديث أكثر عن أهمية صوران وعن سير المعارك وعن البلدة الاستراتيجية ومحيطها، نستضيف أحد القادة الميدانيين للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يعطيك العافية سيادة. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. ممكن نحكي عن أهمية صوران، سير العمليات، كيف كان تحرير صوران والمحيط الجغرافي له؟ صوران كما صار الإعلام تقع الرأس الثاني من المثلث معردس صوران طيبة الإمام. الرأس الأول معردس، الرأس الثاني صوران، الرأس الثالث طيبة الإمام، وإن شاء الله أيام تعلن المحررة. نحن نقف الآن في شمال صوران. صوران ذات أهمية استراتيجية كونها مطلة على بلدة مورك. بلدة مورك في الشمال. الشمال صوران بالضبط. للشمال الغربي بلدة البويضة. البويضة من تعتبر من الغرب وكمان عدو حتى الآن. حتى الآن عدو. تل بزام يعتبر ساقط ناريا. شنو نحكي عن أهمية تل بزام؟ تل بزام هو منطقة حاكمة جدا جدا، المنطقة الريف الشرقي لمورك والمناطق الواقعة بين مورك وصوران، تل بزام كلها حاكمة استراتيجية ونقاطنا قريبة جدا من تل بزام، وأيام وساعات إن شاء الله تل بزام آمن. عم نسمع سيادة النقيب حاليا أصوات طيران، وين كان عم يكون الصلايات وين كان الضربات بشكل عام؟ بمورك، بلدة مورك وبلدة البويضة. بلدة البويضة حاليا نحن بالخط الفاصل من صوران، نحن بالقسم الشمالي من بلدة صوران. نعم، والتقدم لا تقدم ان شاء الله لمورك والبويضة. اذا بدنا نحكي عن الجهه الثانيه، عن اذا بنحكي من جهه كوكب، تم دخول صوران من ثلاث محاور، ضغط المسلحين من الجهه الشرقيه ومن الجهه الجنوبيه، من جهه معردس والجنوبيه الشرقيه حتى تل دوير شرقي صوران. تل دوير نحن بنحكي نعم تل دوير صار شرق صوران طبعا. انضغطوا مسلحين هون، وبعدين تم الدخول من ثلاث محاور، من الجهه الشرقيه ومن الجهه الجنوبيه الشرقيه ومن الجهه الجنوبيه من جهه معردس. اثناء تمشيطنا لبلده صوران تواجد هناك رايات لجند الاقصى واليات لجند الاقصى ولاحرار الشام عدة فصائل ارهابيه عم تقاتل بالشمال الحمراء. صحيح الحكي. والان نحن وجهتنا ان شاء الله قريبه لطيبه الامام ومورك ومناطق الشمال. شكرا. الله يسلمك، يعطيك العافيه. وسوف يكون لدينا عده تقارير لاحقه في سير العمليات وتحديدا في صوران وفي البلدات المحيطه. تمام، عوده اليكم زملائي. نعم.